أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 33 مدنيا وجرح 29 آخرون في حصيلة أولية الجمعة بقصف من طائرات حربية يرجح أنها روسية على بلدة أرمناز شمال سوريا. وذكرت مصادر ميدانية أن 6 صواريخ فراغية استهدفت وسط القرية وتسببت بتدمير أكثر من 18 منزلا في الحي. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا. ويشير البيان فيما يبدو إلى أن القوات العراقية تخطط للتحرك صوب المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان من على الجانبين الإيراني والتركي. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الأحادي لاستقلال كردستان العراق، داعيا جميع الأطراف إلى الحوار وضبط النفس. وطلب تيلرسون جميع الجهات الفاعلة بالتركيز الآن على محاربة تنظيم داعش. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قبل دعوة من ماكرون لزيارة باريس في 5 أكتوبر تشرين الأول لإجراء محادثات بشأن استفتاء إقليم كردستان. وعرض ماكرون في وقت سابق المساعدة في تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة كردستان بسبب الاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين، كما حث الرئيس الفرنسي على ضرورة تجنب أي تصعيد. أعلنت قوات الشرعية اليمنية عن قيامها بعملية نوعية ومباغتة تمكنت خلالها من السيطرة على معسكر الغريمين، أحد أكبر المعسكرات شمال خب والشعف كبرى مديرية الجوف. وأوضح مصدر عسكري أن السيطرة على معسكر الغريمين تجعل مديرية اليتمى تحت مرمى الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى معسكر أجاشر العطفين التابع للميليشيا بخب والشعف. فازت دولة الإمارات باستضافة الدورة 71 للمؤتمر الدولي للفضاء، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم للمرة الأولى على مستوى المنطقة. وسيحضر الدورة 71 للمؤتمر الذي سينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء بالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء 5000 عالم من 70 دولة وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام. الموجز. إلى اللقاء.